السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيفكم اخواني شو اخباركم معكم سعيد من قناة ذا Breaking Wolf اذا كنت حاب انك تفعل خاصية Always On Display الخاصة بالسامسونج جالاكسي S7 اللي هي زي ما انت شايف امامك لما تكون طافي كبسة الباور او لما تكون مطف الشاشة بتكون طالع لك الساعة والتاريخ على الشاشة بهالشكل بدون ما تصرف بطارية الساعة فاذا كنت حاب تفعل هاي الخاصية على اي جهاز اندرويد عندك مش ضروري يكون S7 فخليك معاي ويلا نحكي بسم الله ونبلش في الشرح رجعنا لكم أصدقائي زي ما أنتم شايفين إحنا محتاجين لهالبرنامج اسمه Glance Plus بإمكانك بالطبع إنك تنزله من الجوجل بلاي بشكل مجاني أو من خلال مدونتي ورابط التدوين أسفل الفيديو بالوصف طبعاً البرنامج مش محتاج روت حتى لو ما كان عندك روت ما في مشكلة بيشتغل معك وعلى أي جهاز أندرويد بعد ما ننزل البرنامج بنفتحه طبعاً البرنامج راح يكون مطفي بهالشكل فأنت بتفعله من هون هيك تفعل معنا البرنامج بإمكانك تكبس على هاي النقاط الثلاث وتختار preview زي ما انت شايف بيعرض لك شكل الساعة هيك شكل الساعة ببين عندك لما تطفي الشاشة او لما تطفي التليفون لما تكبس دبل كليك على الشاشة تفتح معك فمن هون في عندك البوزيشن او مكان الساعة بامكانك تختار ريندوم عشوائي اما توب في الاعلى ميدل في المنتصف بوتوم بالاسفل في عندك هون الكلوك ستايل بامكانك تختار شكل الساعة بتختار من بين هاي الاشكال كلياتها مثلا ديجيتال ليد نعمل بريفيو طبعا البريفيو هاي نفسها لما تكبس كبسة الباور وتطفي الشاشة بس انا ما بدي اطفي الشاشة عشان البرنامج بسجل فاذا طفيت الشاشة مش راح يبين معي على كل زي ما انت شايف غيرنا شكل الساعة ساعة والتاريخ واذا بتلاحظ باعلى الشاشة بعطيك كم في عندك شحن دبل كليك او لمستين عشان تفتح الشاشة وزي ما انت شايف في عندك هون الارم ستايل مثلا نحط ديتيل نشوف بريفيو زي ما انت شايف اذا كنت حاط انت منبه على تليفونك راح يطلع لك بهالشكل اذا اخترت الالارم ستايل اذا عملته ديتيل طبعا نشوف اللي بعده في عندك هون التكست كلر بامكانك تختار لون الساعه ولون الخطوط كامله مثلا خليها اللون زي ما انت شايف تغير اللون معنا طبعا الفونت سايز بامكانك تكبر وتصغر حجم الخط في عندك هون الكونتنت برايتنس اللي هو السطوع الخاص بالساعه طبعا انت خليها واطيه بس مش واطي للاخر واطي بدرجه انك انت تشوفها لما تكون بالشمس على اساس انك يعني ما تصرف كثير من البطاريه في عندك هون الباك جراوند برايتنس اللي هي الاضاءه الخاصه بالخلفيه اللي ورا الساعه خليها مطفيه وهيك بنكون انتهينا مش ضايل اي شيء او اظن لسه ضايل خيارات لسه ضايل خيارات في عندك هون خيارات بامكانك تعدل عليها زي ما بدك اذا كنت بدك التليفون يعرض الاشعارات بنفعل هالخيار شو نوتيفيكيشن لما تفعله راح يفتح معك هاي الصفحة بس بتحط صح على اسم البرنامج جلانس Plus وبترجع لورا رجوع راح يتفعل معك الخيار وهيك تمام وهيك تمكننا انه نشغل ميزة Always On Display على اي جهاز اندرويد حتى لو ما كان S7 طبعا بدون روت زي ما حكينا وهيك ان شاء الله بكون انتهيت اتمنى انه الدرس يكون عجبكم اذا عجبك لا تنسى تدعمني لايك شير سبسكرايب فيفورت ويا ريت تشترك بالقناه الاحتياطيه رابطها موجود اسفل الفيديو بالوصف ولهون صار لازم انهي الفيديو واحكي لكم شكرا للمشاهدة يعطيكم الف عافية كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته